في هذا المؤتمر أود أن أعلن رسميا تفعيل منطقة الحظر الجوي. نحن احتراما للمجتمع الدولي، احتراما للأشقاء أو الأصدقاء الروس، الأشقاء العرب الذين عملوا كثيرا على وقف إطلاق النار، احتراما لهم أوقفنا إطلاق النار ولم نتقيد ولم نشترط في وقف إطلاق النار أي شرط، لم نشترط المحافظة على كذا إلا بشرط واحد، وهو الرد على أي تهديد أو على أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات الإرهابية والإجرامية. ولكن للأسف أن مطالب عتيقة بدل ما يفتح للمواطنين أهالي طرابلس ويقدم خدمة إنسانية وخدمة وطنية للمواطن بالنقل، أصبح مصدر نقل إرهابيين، أصبح مصدر نقل أسلحة ومعدات، أصبح نقطة ارتكاز للقوات أو للجيش التركي الغازي. الآن حتى قوة الردع التي تحدثنا عليها في السابق أصبحت الآن خارج اللعبة في معتيقة. الآن معتيقة بالكامل، الشق العسكري اللي كانت فيه الردع بالكامل أصبح تركي. غرفة العمليات تم وضعها في المستشفى، تم السيطرة عليها بالكامل من الأتراك، ممنوع دخول الليبيين على الإطلاق لهذه النقطة إلا شخصيات معينة بالاسم. كذلك تم بعض السجناء تم وضعهم بجانب غرفة العمليات، وذلك للاحتماء بمساجين. وهنا أنبه السيد غسان سلامة، أنبه المنظمات التي تعمل حقوق الإنسان، حقوق سواء محلية سواء دولية، أن وضع سجناء في منطقة عسكرية، منطقة عمليات عسكرية، يعتبر خطأ ويجب تدخل فورا لنقل المساجين خارج معتيقة، خارج سجن معتيقة، لأن هذا السجن أصبح قاعدة تدير المعارك وتنطلق منها الطائرات المسيرة وتنطلق منها كافة أنواع الأسلحة إلى محاربة القوات المسلحة، وبالتالي أصبحت هدف للقوات المسلحة. وبالتالي أحذر من محاولة استغلال الأمور الإنسانية للتخفي خلفها أو للاختباء خلف الأمور الإنسانية. هذا الأمر لن يدوم طويلا لأن نحن في معركة، والمعركة عندما تبدأ ستكون هناك حسابات محددة، وهي حسابات العسكرية والتعبوية التي تجلب النصر، غير ذلك لا توجد أي حسابات. وعليه على الآن بعثة الأمم المتحدة، منظمات حقوق الإنسان، اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، كل ما يعنيه هذا الأمر، وزارة العدل، كل من يعنيه هذا الأمر عليه تدخل فورا لنقل المساجين من مناطق الخطر. انتبه، نقل المساجين من مناطق الخطر، نحن غير مسؤولين على أي خطر يحدث لأي سجين، لأن القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة وكل الأخلاق والأعراف العسكرية تقول حتى الجريح الذي يسقط من هذه القوات في أرض معركة جريح يتم نقله، أو أسير يتم نقله لمنطقة آمنة خارج منطقة العمليات. وهذا الأمر واضح والقانون واضح واتفاقيات جنيف واضحة، ونأمل من الجهات المسؤولة أخذ ذلك بعين الاعتبار. وبالتالي نعلن تفعيل منطقة الحظر الجوي التي أعلن عليها في هذه الخريطة سابقا. هذه هي منطقة الحظر الجوي من أسفل غريان إلى جنوب شرق ترهونة إلى شاطئ البحر قبالة شواطئ طرابلس، ويضم بذلك مطار معتيقة. إذن قاعدة معتيقة الجوية ومطار معتيقة هي مناطق عسكرية ممنوع منعا باتا استخدامها للطيران المدني أو العسكري. أي طائرة مدنية عسكرية مهما كانت تبعية هذه الطائرة وتبعية شركة صاحبة الطائرة سيكون خرق لوقف إطلاق النار، وبالتالي سيتم تدميرها بشكل مباشر. نعيد ونكرر، منطقة الحظر الجوي التي معلن عليها سابقا تم تفعيلها منذ هذه الساعة، وعلى وحداتنا في القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي أخذ ذلك بعين الاعتبار وتنفيذ الأوامر بشكل سريع والتقيد. يمنع منع باتا استخدام قاعدة معتيقة ومطار معتيقة سواء لطيران مدني عسكري، جميع أنواع الطيران يمنع منع باتا استخدامها. وبالتالي نعلن تفعيل حظر منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل. هذا الأمر واضح تقريبا. لماذا؟ لأن نحن احتفظنا في وقف إطلاق النار بالرد قاسي في حال الخرق. الآن حدث الخرق، هل تعلموا أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها اليوم في طرابلس بعد العصر، عصر اليوم تم إسقاطها في طرابلس، هو الخرق رقم 100 من قبل الميليشيات الإرهابية، هو الخرق رقم 100.
وكل خرق لوقف اطلاق النار قمنا بالرد عليه. حاولوا يقوموا بهجوم قمنا بهجوم، حاولوا يديروا اختراق قمنا باختراق، وتصدينا لكل المحاولات، ولكن لن نكون دائما في وضع الصد ووضع الرد ووضع الدفاع.